أبدا نستعين. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم هنا في هذا المهرجان الغالي في ختام مهرجان ولي العهد، وهذا المساء مساء الرموز. كل الشكر لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دعمه المتواصل لهذه الرياضة، فكيف حال الهجن قبل سموه، وكيف أصبحت الآن ولله الحمد من خلال رؤية ثاقبة وشاملة لجميع المجالات ومنها رياضة الهجن، رياضة الآباء والأجداد. فالمهرجانات مستمرة طوال الموسم، وفي هذا المهرجان شهدنا اجتماع أبناء الخليج في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا، فالفوز فيه هدف وطموح لكل مالك هجن. وأيضا الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على متابعته الدائمة لجميع تطورات هذه الرياضة، والشكر لصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للهجن على هذا العمل الكبير والمميز. فبإدارة سموه حقق الاتحاد السعودي الأهداف المطلوبة، وأيضا تم تحقيق العديد من الأرقام القياسية، وشكرا لجميع أعضاء الاتحاد السعودي. إذن متابعينا الكرام، انطلق شوطنا الخامس للثنايا الأبكار المفتوح، انطلقت هذه الأسماء المميزة، هذه الشعارات المنطلقة في هذا المساء العادل، مساء الرموز. شوطنا الأول المفتوح للأبكار كان مع أبناء دولة قطر مع هجن الشحانية، وأيضا شوطنا الأول للقعدان المفتوح كان مع أبناء المملكة شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. وشوطنا الأول العام للثنايا الأبكار كان مع أبناء سلطنة عمان بشعار علي بن جميل الوهيبي مع بشاير. وشوطنا للثنايا العام القعدان الرمز كان مع أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مع نسناس شعار أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. إذن متابعينا الكرام، أتقدم إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى أول التحديات لأرى هنا اندفاع هجن الشحانية. هنا تنطلق بشعار، هنا هجن الشحانية مع بروق بشعار سالم بن جابر بن علي بن فاران، هذا الاسم الخطير بروق. بروق في يوم الأمس صاحبة الرمز لسن الإجداع، هاي تنطلق الآن بروق أخرى من أسماء هذا الشعار، هجن الشحانية سالم بن جابر بن علي بن فاران. ثاني المراكز وصلت هجن العاصفة مع الشاهينية بمتابعة غياث الهلالية، من يتقدم ويقدم لنا اندفاع الشاهينية. ثالث المراكز إذن متابعينا الكرام، ثالث المندفعين هنا العنود، من تنطلق على ثالث المراكز بشعار بالراية حمد بن راشد بن سعيد البريصي المري، من يقدم لنا العنود ليعلن الوجود في هذا المسار من خلال انطلاق هذا الاسم الممتاز. رابع المراكز وصلت على مستوى رابع المراكز، وصلت منوى بشعار سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي لجاني، وصل شعار يقين، من يقدم لنا منوى هنا، من بدأت تتسلل إلى ثالث المراكز لتحقق أمنية سليمان بن سلامة لجاني بنيل نوماس هذا الشوط من خلال هذا الاندفاع الممتاز مع انتصار
صاف مسافة هذا الشوط 3 كيلومترات ما تفصلنا عن خط النهاية. خامس المراكز وصلت الشاهينية بشعار هجن العاصفة هنا بمتابعة غياث الهلالي من يتقدم ويقدم لنا الشاهينية، ولكن العودة هناك إلى شعار هجن الشحانية مع بروق 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 على أول المراكز على أول التحديات. من يتقدم هنا؟ سالم بن جابر بن فاران المر، يا سلام، من يقدم لنا بروق على أول المراكز على أول التحديات. تتقدم وتقدم هذا الأداء الممتاز من أجل أن البال يروق. تنطلق الآن بروق، ليه ما يروق؟ وهذا الشعار حاصل على رمز الأبكار المفتوح مع أول المراكز. الآن ينطلق ويندفع في تحدي جديد، في معركة أخرى، في مواجهة أخرى ما بين هذه الشعارات، ما بين هذه الأسماء. هنا على أرضية ميدان الطائف في هذا المهرجان الغالي، مهرجان ولي العهد، غياث الهلالي يقدم لنا الشاهينية بشعار هجن العاصفة. من انطلقت إلى أول المراكز إلى أول التحديات. هنا تتقدم الشاهينية في شوط القوة والندية، هنا يتقدم مع الشاهينية مع أول المراكز. وصلت شاهينية أخرى من أجل التعزيز والاحتياط بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي في أحلى الليالي. ينطلق ويتقدم هنا مع الشاهينية بروق ثالثا هجن الشاحانية. سالم بن جابر بن فران المري من يقدم لنا بروق على ثالث المراكز. رابعا منو؟ سليمان بن سلامة بن سليمان الجاني، يا سلام. ولكن من تسللت الآن؟ وصلت المتحدة، وصل محمد بن سعيد بن منصور الهاجري، يا سلام. بن سعيد من يتقدم، من بدأ بالتهديد، لكن يا أخوي والله المطلوب منك المزيد من أجل المجد التليد مع هذه البطلة المميزة المتحدة. ولكن الله الله يا بروق بروق بشعار هجن الشحانية. 1200 متر أخيرة وخطيرة في مجريات هذا الشوط. تقدمت بروق هجن الشحانية سالم بن جابر بن فران، ولكن الشاهينية بشعار هجن العاصفة من تشكل الخطر مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. الشاهينية والشاهينية والمتحدة هنا بشعار الهاجري، ولكن بروق 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 على الصدارة على المقدمة. بروق تتقدم مع أول المراكز، تنطلق بشعار هجن الشحانية. سالم بن جابر بن فاران المري من يقدم لنا بروق على أول المراكز على أول التحديات. بن فاران حتى الآن هو الفنان من يكسب الرهان في هذا المساء. ينطلق ويقدم لنا هذا الاسم الممتاز والعصا في الأبطان مع 500 متر الأخيرة. وصل بالرويشد مع منو؟ ولكن بروق 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 مع 400 متر الأخيرة والعصا في الأبطان. وصلت الشاهينية هجن العاصفة، هبت العاصفة، يا سلام. بروق الشاهينية، الشاهينية وبروق. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، اللحظات الكبيرة. الشاهينية، الشاهينية، الشاهينية وبروق، يا سلام. الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، بروق الشاهينية، الشاهينية وبروق. ولكن نجمة هذا الشوط هنا من حسمت مجريات هذا الشوط، الشاهينية مع هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. سلامي على هجن العاصفة، سلام، وسلامي على الشاهينية، سلام. من قدمت لنا هذا الأداء الكبير والممتاز ثاني المراكز؟
وصلت بروق مع هجن الشحانية ما قصرت، قدمت أداء ممتاز ثالث الأسماء. على ما يبدو للشاهينية بشعار هجن العاصفة. إذا متابعينا الكرام تهانينا والنماس لهجن العاصفة على انتزاع نماسي هذا الشوط مع الشاهينية من قدمت هذا الأداء الممتاز، والتهاني موصولة لمتابع هذا الشعار غياث الهلالي من قدم لنا الشاهينية في مجريات هذا الشوط. قاطعة المسافة 6 كيلومترات بزمن وقدر 9 دقائق 35 ثانية و67 جزء من الثانية وثانية بروق. هجن الشحانية 9 دقائق 35 ثانية 75 جزءا من الثانية، وثالثا الشاهينية هجن العاصفة 9 دقائق 40 ثانية و27 جزءا من الثانية، ورابعا منه